أهلا وسهلا، نتمنى إن شاء الله تكونوا على خير. اليوم غنشارك معكم أفكار كثيرة لتجديد الصالون المغربي بحلة أنيقة وألوان ملكية، وكذلك الاختيار ديال الألوان وكيف ممكن أنه نستغلوا الصالون المغربي لمدة طويلة. تبعوا معي الخطوات كالتالي. هذا هو صالوني المغربي اللي شفتوه في أكثر من حلة، ماشي فقط غير بطريقة الأولى اللي خيطتو فيها في اللون. هنا كيف كتشوفوا راه هادو طلامط واحد آخرين ملصقين مع الطلامط اللي خيطت بهم الصالون في أول مرة. دونك دائما كنحاول ندير تناسق في الألوان. دائما كناخد إلا كنت غادي نبدل كناخد اللون اللي يمشي مع الطلامط اللي كانوا قدام، باش هكذا كنحاول نغير فقط غير طلميطات أو داك الفرماجة اللي كتكون في الوسط مع المخدة ديالها كيف كتشوفوا هي هادي، أو لي كوسان صغارين. مهم دائما كنبقى نلعب بالالوان وتكون متناسقه مع بعضياتها باش نعطي صالون جديد اللي واحد كيخرج لي ثلاثه ديال الصالونات اولا جوج ديال الصالونات. بلاش غتكونوا عرفتوني علاش كنهضر الا رجعتوا الفيديوهات القدامين. دونك هذه هي طريقتي في الصالون المغربي باش كنستغلو وكيبقى عندي مده طويله. لكن هذه المره فكرت انني نبدل الطيم كامل. هذه هي الشيما كيف كتشوفوا، من بعد ما قديتها خديت العبارات ديالي ودابا غادي نتوجه للماكازان اللي كناخذ دائما من عنده الاثواب ديالي منذ سنين اللي هو ميرو هوم. دخلت للمكازان اول حاجه كنوريها لكم هي هاد الجليسه اللي عجبتني بزاف، او الشكل ديال بوف كيف ما انه شرت انه كاين اختيار كبير في الالوان. اما بالنسبه للاثمنه فهي كالتالي. دونك لي بري ما بين 119 درهم، كاينه 189 درهم اللي الثمن ديالهم تقريبا 189 200 وشي حاجه، تيكونوا سورتو تيكون فيهم العرض، يعني العرض بريسك واحد 2 متر و80. دونك فوالا هنايا عندنا اون بارتي اللي فيها النوار، عندنا هذا افيك لي كارو، عندنا بيد بول، عندنا هادو اللي فيهم الفولوغ من المحفر. صراحة الاختيار كان كبير، تلفت باش انه نختار الوان كلهم عجبوني، ولكن قررت انني نمشي او نتوجه للغيون اللي فيه لاكولوغ اللي انا دايرها في دماغي وشحال هادي وانا كنفكر فيها. لا سيما وانه الصالون المغربي الى لاحظتوا بانه بدا كيتلاشى، بمعنى انه الناس ولاو كيفضلوا تابيسي او يديروا كنابي ديال تابيسي ويسميوه بانه صالون عصري على انه يديروا صالون مغربي، ولا عندنا هاد القضية هادي دارجة. هادشي علاش بغيت نحافظ انا على الطابع المغربي ولكن ندخل معاه شويه ديال العصرانه. اختاريت هاد الالوان اللي هما في البال ديالي مش حال هادي، اختاريت الديغراداسيون ديال لي كولور اللي غيمشيو معاهم، وكانت هادي هي لا كومبوزيسيون. ودابا غادي ندوزو ليتاب ديال تحضيرات الصالون المغربي. من اول المشاكل اللي كانت عندي في الصالون المغربي هي هاد اللي تيسميوهم السينات او اللي تيفرقوا بين الحاف والخشب، كانوا مصيبين بالغرافوز كيف كتشوفوا. هذا امر خطير يقدر يخسر الطلميطه، لانه فاش كانوا حطوا لي الطلمط هذه سنين اول مره فاش كنت بدلتهم كانوا داروا لي هاد التركيبه هذه الخاطئه مليار في المية، ما خاصهاش تكون. فالطريقه الصحيحه هي اللي غادي تشوفوها فاش درتها بهاد الطلمط الجداد. فالاختيار ديال التيم ديال الصالون او الالوان ديال الطلمط كان ساهل، اللي كان صعيب او اللي خدا لي وقت بزاف هو الفصاله والخياطه ديال الطلمط، بحيث انه بقاو عندي تقريبا من اواخر شهر 9 او الاول ديال شهر 10 حتى الاخر ديال شهر 11 عاد دفعتهم باش يتخيطوا. دونك راكم عارفين الخياطه الا بغيتو يجيكم داك الشيء متقون ضروري انكم تدققوا في بزاف ديال التفاصيل، امر عادي. حتى بالنسبه للخياطه ديال الحوايج فاش كندفعوها ضروري كتكون يعني تاخير بزاف الامور. بالنسبه للزربيه كانت عندي وجاتني نيت في نفس التام ديال الصالون. ودابا غادي ندوزو لبوت سوكر اللي هي تريات الصالون.
بالنسبة لهذا اليوست خديته من نفس المتجر اللي خديت منه اليوست ديال لو سيجور اللي كان سبقلي شاركته معكم في التجديد ديالو. طريقة ديال التركاب سهلة، ركبتها راسي، محتاجتش المعلم من غير انه داك الكركاس اللي كان غادي يركب وغيلصق مع الضو، فهذاك يعني المعلم هو اللي غادي يعرف ليه. بالنسبة لهاد لي كريستو هادو او لهاد الكريستالات هادو كان ضروري خاصني نديرهم بيدي على حقهم وطريقهم لانهم فخاجيل، والمعلم كيكون زربان بعض المرات يقدر يهرس ليا وحده، وهذا الشيء كان طرالي في بزاف ديال التريات كان كيتهرسوا هاد لي باغيت هادو، فبالتالي مين كيتهرسوا كتبقى التريه عايبه. هادشي علاش قررت انني نقادهم لراسي من بعد ما استعملت ليغون واللي دائما تيعطيوها مرافقه مع لي بياس ديال التريه، والتركيب كان كالتالي ساهل ماهل. هذا هو الشكل النهائي ديال التريه اللي جات بريستيجيوز، وسورتو عطات واحد الرونق جميل بالنسبه للصالون. خديتها من عند اتوليي بي مائده، دونك الثمن ديالها جو بونس كو وقيله 3000 درهم. وهنا غادي ندوز باش غادي نقاد هذوك لي كوفيت اولا البوندات اللي تيفرقوا بين الخشب والحوف، واللي كان سبق لي شاركته معكم في الصالون اللي كان عندي قديم كيف شفتوا في الاول الفيديو، كان مصيب غير بالكرافوز، لكن هذا كيتصيب بالكراك كروك اولا من دوك السكراتش اللي تيلصقوا. دونك الطريقه كالتالي، صيبته لراسي انا اللي لصقته، ما احتاجيتش معلم، جوست انني دفعته يتخيط، وفاش توصلت به صيبته لراسي. والطريقه غادي تنفعكم بزاف، تبعوها اكيد. بالنسبه للفالاج اولا الخاميه، اختاريتها ترونسبارون في اللون ديال تيم نيت في البلون كاسي او البيج اللي كتدخل لك لي غاش، خاصه انه ما عنديش الضو بزاف. وهنا كيف كتشوفوا من بعد ما لصقتها هاد البلاصه هادي كان خاصني اولا هاد لي بارتي هادو كاملين كان خاصني ندفعهم بشويه بشويه باش نقاد لهداك التكراش ديالها، وبالتالي غنقول لكم بانه الخاميه هي كانت اصعب حاجه ركبتها دوبي فاش بديت كنحط الصالون، ودابا غادي نبدا نركب حتى المخاد او نعمرهم. من بعد ما عمرت المخاد ووضعتهم في بلاصتهم، هنا كيف كتشوفوا كان الصالون مازال ما قديتش له هذوك لي كيفات، لانه كنت خديت التوب ديال لي كوسان واحتاري شنو هو اللون اللي غيخرج ليا الصالون، او اللون اللي غادي ندير به هذوك لي كيفات، او هذيك يعني البوندا اللي كتفرق بين الخشب والماطله، فبالتالي اختاريت البلون كاسي. هنا من بعد ما دوزت لاسبيراتور وقديت كلشي، دونك بقى ليا دابا لي غوتوش اللي كانوا او لي ديفو اللي كانوا في الصالون في الحيط، من بينهم هاد ديفو هذا اللي كانت فيه ابليك من بين لي زابليك اللي كانوا عندي في التريه القدامين او في التريات القدامين. قررت انني نلصق عليهم هاد الطابلو هذا، من بعد ما درت عليه واحد الخيط من القنت حتى القنت وحطيته تما جا في بلاصتو مواتي. بالنسبه لي كولور مشيت تقريبا في نفس ديغراداسيون ديال لي كولور اللي هي
ديال البيج بلون كاسي والكريمي وكذلك الدوغي وميم حتى لا كولور ديال الكريج تقريبا كينتميو نفس باليت يعني باليت وحده اللي تخدم بها لو تيم كامل. وكان هاد التوب ماطلاسي حتى هو من بين الاختيارات كيف ما خليت حتى ديكوسان اللي كانوا عندي قدامين وكانت هذه هي النتيجه. كوان فرماجا اختاريت له لي كوسان لي حتى هما من نفس الثوب ديال الكوفي الفيلوغ في البلون كاسي ودرت ليه لي بونبون في الجناب خيطتهم داخلين باش عطا واحد لو شارم لي هو جا انيق في الخياطه ديالهم. كيف ما اختاريت البروكار حتى هو فيه لي كولور لي هما كينتميو نفس الباليت كيف قلت لكم خدمت بها باليت وحده دونك درت ليه حتى هو لي بونبون باينين على برا بشكل افقي. بالنسبه للسداري لي اونفاس اختاريت انني ندير له جوج ديال لي كالدو في نفس التيم ديال الكولور كيف قلت لكم في اللون الكريمي باش هكذا ما نكثرش لي كوسا وما نكثرش الالوان. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم هذه هي النتيجه واللي كانت فوق التوقعات ديالي وجات جد راقيه. فاش كنقولوا تغيير او تجديد صالون مغربي بالنسبه لي انا الالوان هما اهم حاجه او التام كامل اون جينيرال اهم حاجه. يعني الا بدلنا الصالون بنفس الطريقه اللي كان عليها قبل هنا ما كيكونش تغيير، ولكن الا بدلنا وخدينا بعين الاعتبار الاضاءه الالوان اللي كانوا قبل وكذلك حتى الفوالاج وبما فيها حتى لي زاكسسوار فهنا كنقولوا كاين تغيير لا سيما انه التغيير يكون الاحسن واللي غادي او دارج مع الموضه ونبقاو دائما في الطابع المغربي الاصيل. هنا في الثوب الوسطاني تعمدت انه نختار البروكار اللي فيه هكذا زواقه واخا ما كانش زواقه بلديه ولكن داك بريونس اولا داك الطريقه ديال لافاس ساتيني هي اللي عطات واحد الرونق اولا واحد لاتوش ليا شي شويه بلديه فهنا يعني كتعطي واحد الاحساس ديال انه صالون مغربي. هذا بالاضافه للخياطه لي كالون اللي كانوا في المخاد الحوف او السداري المغربي فهادو كلهم كيدخلوا في عوامل انه كيعطينا احساس انه مازال الصالون المغربي حاضر ولو انه دخلت عليه العصرنه. وما ننساش انه السيجور كذلك حتى هو ضاف واحد الجماليه اللي هي راقيه والله ما كنت كنتخيل زعما هاد الريزولتا هادي فبالتالي كانت ريزولتا زوينه لدرجه انه عطاتني احساس فاش جلست في الصالون حسيت براسي بانني جالسه في واحد الصالون ملكي راقي. نتمنى انه حتى نتوما الريزولتا تكون عجبتكم. ما تنساوش انكم تخليوا لي التعليق ديالكم واذا كان عندكم اي سؤال خليوه ليا غادي نجاوبكم عليه. خليتكم على خير نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.